مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. مجمع الأندلس التعليمي قسم الرياضيات يقدم دروس للصف الثاني عشر التأسيسي، إعداد وتقديم أستاذ إبراهيم حسين وكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الأعزاء أحباب الطلاب. مراجعة عامة على وحدة الإحصاء، درس مقياس الرسم، ودرس مساقط الأشكال ثلاثية الأبعاد. مع بعض بإذن الله نبدأ أول سؤال. سؤال عندنا بيقول: خالد طالب يذهب إلى الجامعة بسيارته، فإذا كانت المسافة بين منزله والجامعة ممثلة على أحد الخرائط هي 16 سنتيمتر، فما هي المسافة الحقيقية بين منزله والجامعة إذا كان مقياس الرسم لهذه الخارطة 1 سنتي إلى نصف كيلو متر؟ عندنا الخيارات، عاوزين نختار الإجابة الصحيحة، وطبعا لابد يكون عارف قانون مقياس الرسم. مقياس الرسم له قانون يكتب ممكن بهذا الشكل لطرق أخرى: مقياس الرسم يساوي الطول في الرسم على الطول الحقيقي. مقياس الرسم الخطي، لأن في مقياس رسم مساحي، مقياس الرسم الخطي يساوي الطول في الرسم على الطول الحقيقي. الطول في الرسم اللي هو البعد في الرسم في الخارطة، البعد في الخارطة على الطول الحقيقي اللي هو البعد أو المسافة الحقيقية. إيه اللي موجود عندنا في السؤال؟ تعالى يا ترى كده موجود 16 سنتي، دي بتمثل إيه؟ البعد بين منزله والجامعة على الخرائط يعني في الرسم. إذا كلمة في الطول في الرسم هيبقى مكانها 16. طيب المسافة الحقيقية دي المطلوبة يبقى مكانها إكس. مقياس الرسم موجود 1 سنتي إلى نص كيلو متر، يبقى إذا هنعمل 1 على 1 سنتي على نصف كيلو متر مش إلى. في طريقة أخرى بإلى، لكن خلينا احنا في على إلى الآن. 1 سنتي على نصف كيلو متر، 1 سنتي على نصف كيلو متر يساوي 16 سنتي اللي هو البعد في الرسم على إكس كيلو متر ما عرفهاش. طبعا بطريقة المقص، بطريقة المقص مين المجهول؟ إكس. مين اللي ماسك في إيد إكس بطريقة المقص اللي هي علامة اكس الكبيرة؟ اكس دي مين اللي ماسك في ايدها؟ واحد، يبقى تحت. ايا كان مكان اكس، اللي ماسك في ايدها بطريقة المقص، اللي ماسك فيها بطريقة المقص هو اللي بيكون تحت. اذا الواحد سنتي دي تحت، ونص ضرب 16 فوق، دي هيطلع طبعا 8 كيلو متر. اذا المسافة الحقيقية هي 8 كيلو متر. بنحوط على فين 8 كيلو متر؟ اهي في اخر حاجة دي، بنحوط على الدي ونحط اكس عليه. السؤال الثاني، السؤال الثاني بيقول: إذا كانت المسافة بين مدينتين 1000 كيلو متر، طبعا المسافة بين مدينة يبقى الحقيقة مش في الرسم، والمسافة بينهما على الخارطة هي دي في الرسم 5 سنتيمتر، أوجد مقياس الرسم. فأوجد مقياس الرسم لهذه الخارطة. عندنا الخيارات اللي موجودة، يا ترى منهم صح؟ على هنشوف برضو بالقانون. مقياس الرسم يساوي الطول في الرسم أو البعد في الرسم على البعد الحقيقي. اللي معلوم عندنا الطول في الرسم 5 سنتي والطول الحقيقي 1000. لو حبينا ندخلهم في الحسبة بنختصرهم بيطلعوا بهذا الشكل: 1 سنتي، طبعا مش مكتوب في الحسبة سنتي، انت بس اللي عارف ان هي هنا فوق سنتي وتحت كيلومتر، تطلع لك 1 على 200. حروف الجر في مقياس الرسم 1 إلى 1 على بتمشي، يبقى 1 على 200 هي نفسها 1 إلى 200، 1 سنتي إلى 200 كيلومتر. بنحوط عليها
يبقى 1 سنتي الى 200 كيلومتر هي الاجابة الصحيحة. نحوط عليها ايه ونحط اكس عند ايه. السؤال الثالث اختياري بيقول اذا كانت المسافة الفعلية لمدينة ما تساوي 36 كيلومتر مربع، دخلنا في المساحة، ومثلت على الخريطة او الخريطة بمساحة تساوي 100 سنتيمتر مربع، اوجد مقياس الرسم الخطي للخارطة. اوجد مقياس الرسم الخطي، في هنا الف ناقصة مش مشكلة، اوجد مقياس الرسم الخطي للخارطة. طيب احنا اللي موجود عندنا مساحات، خلي بالك انتبه للنقطة دي جيدا، اللي موجود عندنا شغل مساحة اهو تربيع وهنا تربيع، وطالب مقياس الرسم الخطي، يعني مش طالب مقياس الرسم المساحي. لو مقياس الرسم المساحي هسيب كل حاجة كما هي ونختصر. تعال بقى نشوف كده. مقياس الرسم الخطي يساوي جذر تربيعي، الجذر التربيعي للمساحة في الرسم على المساحة العقلية، انتبه للنقطة دي. يبقى مقياس الرسم الخطي يساوي الجذر التربيعي. لو طالب مقياس الرسم المساحي مش هحط جذر تربيعي. طيب يساوي الجذر التربيعي المساحة في الرسم 100 سنتيمتر مربع، والمساحة في الحقيقة 36، بنحط لهم الجذر في الحاسبة، بيطلع لنا بهذه النتيجة. طبعا حبيت تختصرها يدويا هتبقى 10 على 6 على نقسم على 2 الطرفين يبقى 5 على 3، 5 سنتي على 3 كيلو متر، ده مقياس الرسم الخط، بس طبعا هنكتبه بصورة إلى، يبقى 5 سنتي إلى 3 كيلو متر أهي، 5 سنتي إلى 3 كيلو متر. الإجابة B، بنحوط عليها وإكس. السؤال التالي هيبقى على المساقط، المساقط ثلاثية الأبعاد. حدد الشكل الذي يمثل المسقط الأمامي. طبعا عندنا شكل أهو له ثلاث مساقط، مسقط أمامي أهو من الناحية اليسار، مسقط جانبي من ناحية اليمين، مسقط علوي من فوق. هو طالب المسقط الأمامي. طيب يا ترى المسقط الأمامي، طبعا عندنا ثلاث خيارات أو أربعة يا رب، أهو أربع خيارات، مين فيهم يا ترى الصح؟ تعال نشوف قبل ما نحل نفكر. مسقط أمامي يبقى من الجهة دي، الجهة اليسار. أي وجه شايفه أنت من الجهة دي بتحط عنده إكس أهو، أدي وجه 2 3، هو ده هو ده الشكل المطلوب أهو، كل دول هما الأوجه الأمامية. طبعا الأوجه دي أنا ما بشوفهاش من ناحية الأمامية هنا. طيب إذا المسقط الأمامي هو هذا الشكل، نحط إكس عند إيه. السؤال التالي بيقول حدد الشكل ثلاثي الأبعاد الذي تمثله المساقط الثلاثة التالية. أمامنا الآن ثلاث مساقط، مسقط علوي، مسقط جانبي، مسقط أمامي. عاوزين نختار الشكل الذي يناسب المساقط الثلاثة. يا ترى مين الشكل؟ طبعا يحق لك تجريب مسقط مسقط، بس في احيانا اشكال بتكنسلها بتلغيها من الاختيار اجباري. مثلا الشكل ده هل يتناسب مع المسقط الامامي او المسقط الجانبي بمجرد النظر؟ طبعا لا، هنا في مكعبين فوق بعض، هنا في ثلاثة، فبالتالي هنكنسل اوتوماتيك، وكذلك ما ينفعش مع المسقط الجانبي. يبقى اذا ده كنسل خلاص. كذلك الشكل ده ما ينفع. ليه؟ شايف المسقط الامامي من الناحيه دي المفروض فيه مكعب بروحه فوق، ما فيش مكعب بروحه، يبقى اذا عندنا كده اوتوماتيك بمجرد النظر في كنسلت، لغيت، حذفت اختيارين. يبقى امامي الاختيارين البي والسي، يا ترى مين فيهم الصح؟ هنمسك واحد واحد. تحبوا نختار؟ نبدا ببي، ما في مشكله. المسقط الجانبي، نبدا بالامامي، نبدا بالامامي ما في مشكله. ها المسقط الامامي،
هنمسك كده الامامي من هنا من ناحية اليسار، ادي واحد اتنين تلاتة فوق بعض، اربعة فوقيهم برضو تلاتة على اليمين واحد فوق، يتناسب مع المسقط الامامي. طيب نجرب الجانب هل يتناسب معه؟ في خلي بالك فيه، ها في واحد هنا اهو مكعب مخفي ورا شويه اهو، يبقى كده ادي واحد تحت. انا بكده بجرب مين؟ الجانبي، بجرب الجانبي، ادي واحد هنا وبعدين في ادي جنب واحد وفي واحد هنا اهو كمان، خلي بالك لان ده لما تيجي تبص من ناحيه الجانبي هيكون ده اللي في وشك كمان، في وجهك من هنا، يبقى كده اصبح ثلاثه تحت بعض، لو حطينا ده جنبهم يبقى في ثلاثه تحت بعض، وفي النص الثلاثه دول اربع مكعبات فوق بعض، مظبوط، يبقى اذا الجانبي يتوافق ايضا مع بي. نيجي للمسقط العلوي من فوق، ركز كده من فوق، ادي هنا في مكعب وجنبه واحد، يبقى كده اثنين نفس دول، وبعدين اربعه بالعرض، مظبوط نفس دول، وفي هنا مكعب اهو وكمان مكعب هشوفه جنبه، يبقى كده اصبح اثنين، يبقى اذا المساقط الثلاثه دول يتوافقوا مع الشكل بي، يتوافقوا مع الشكل بي. لكن لو بصينا للشكل الامامي من عند سي فقط، من عند سي، هنبص للامامي هنجد فعلا ثلاثه فوق بعض، بعدهم اربعه فوقيهم، ها؟ لا ده خمسه، واحد اثنين ثلاثه اربعه، اهو ده اربعه وده خمسه، وده يتنافى مع المسقط الامامي، يبقى اذا كنسلنا سي، يبقى الاجابه الصحيحه بي، نحوط عليه. طيب نبدا الاسئله المقاليه. السؤال بيقول اذا علمت ان المسافه بين مدينتي الدوحه والخور على الخارطه، على الخارطه 2.5 سنتي، استعمل مقياس الرسم الموضح. الله، هو فين مقياس الرسم؟ مفيش مقياس رسم في السؤال، اجيبه منين؟ اطلعه من جيبي؟ لا، بص للرسم اهو مكتوب تحت اهو 1 سنتي الى 20 كيلو متر، لان هو قايل لك ايه؟ استعمل مقياس الرسم الموضح على الخارطه، موجود على الخريطه، مش لازم أن يكون مكتوب. طيب لايجاد المسافه الحقيقيه بين المدينتين، جميل جدا، يبقى كده عندنا المسافه على الخارطه وعندنا مقياس الرسم، نقدر نجيب بالقانون طبعا، ادي هنبدا الحل، مقياس الرسم، القانون الحفظ، مقياس الرسم الخطي يساوي الطول في الرسم على الطول الحقيقي او البعد في الرسم على البعد الحقيقي. طيب مقياس الرسم اهو 1 الى 20، يعني 1 سم الى 20 كيلو متر، راح كاتبه 1 سم على 20 كيلو متر، جميل جدا. طيب يساوي 2.5 على اكس، 2.5 اللي هي الطول في الرسم، واكس اللي هي المجهول البعد الحقيقي او الطول الحقيقي، بطريقه ايضا المقص، الاكس دي ماسك في ايدها الواحد بطريقه المقص، حلو اهو ماسك في ايدها الواحد، يبقى اذا وطبعا ال 20 مع 2.5، يبقى اذا اكس تساوي اللي ماسك في ايد اكس واحد يبقى تحت، والباقي بضربه فوق، 20 ضرب 2.5 فوق على واحد، اضرب كده بالحسبة هيطلع لك كام؟ 50 كيلو متر. اذا المسافة الحقيقية بين مدينتي الدوحة والخور يساوي 50 كيلو متر. السؤال التالي، بيقول مقياس الرسم في المساحة، اذا كان مقياس الرسم الخطي، الخطي بركز خلي بالك ده مقياس الرسم الخطي، هو A إلى B، حيث A الطول على الخارطة، B الطول الحقيقي، فإن مقياس الرسم المساحة، شوف بقى هنا المساحة A تربيع إلى B تربيع، يبقى مقياس رسم المساحة يساوي مساحة الخارطة أو المخطط على المساحة الحقيقية. طيب ده القانون بتاع مقياس رسم المساحة. عندنا زي ما أنتم شايفين بحيرة، فبيقول إذا كانت المسافة الفعلية لبحيرة هو 180 ألف متر مربع، المسافة الحقيقية لهذه البحيرة على خارطة لها مقياس رسم خطي، انتبه برضو هنا خط وهو شغال مساحة، اوعى تنخدع. طيب 1 سنتي الى 30 متر، هنطبق القانون، مقياس رسم المساحة يساوي المساحة على الخارطة على المساحة الحقيقية. مقياس الرسم انا جبته منين الكلام ده؟ هو اللي قايله لي 1 سنتي الى 30، بس ده الخطي وانا شغال ايه؟
مساحه، يبقى لازم انا اربع، لازم اربع، لان هو مكتوب هنا القانون بتاعي مساحه، لكن هو اعطاني خطي، يبقى هربع المقياس الخطي 1 سم تربيع على 30 متر تربيع يساوي اكس اللي هو المساحه على الخارطه على المساحه الحقيقيه 180 الف متر مربع بطريقه المقص زي ما اتفقنا وتعلمنا اهو. بص بقى هنا الاكس ماسك في ايدها مين؟ ال 30 متر مربع، 30 متر مربع تحت اهي، وواحد طبعا واحد تربيع بواحد مش هتفرق معانا، في 180 الف، حط في الحاسبه هيطلع لك اكس يساوي 200 سنتيمتر مربع. يبقى اذا المساحه على الخارطه، مساحه البحيره على الخارطه هي 200 سنتيمتر مربع. السؤال التالي على المساقط ثلاثيه الابعاد، اول سؤال على مساقط ثلاثيه اللي فات كان على مقياس الرسم. ارسم المساقط الثلاث، هنا بقى انت اللي هترسم امامي وعلوي وجانبي للشكل الثلاثي اللي امامك. طبعا انا مسهل لك شويه، اعمل لك بالالوان. المسقط الامامي اللون الازرق، اي مكعب وجهه امامك هو ده اللي هنرسمه المسقط الامامي. اي مكعب وجهه من فوق يبقى ده العلوي، اي مكعب وجهه من الجانب يبقى ده الجانبي. طيب هنيجي اول شكل اللي هو المسقط ايه؟ العلوي. المسقط العلوي ادي كده 3 بالعرض اهم، ومن اخرهم 3 كمان راسي، يبقى ده المسقط العلوي اللي هو باللون الاصفر. طيب عاوزين نرسم المسقط الجانبي، 3 احمر تحت، خلي بالك 3 احمر تحت، من وسطهم هنطلع كمان مربعين. طب في كمان حاجه بالاحمر؟ اه في واحد هناك اهو، بس ده لما تيجي تبص هتظهر لك كأنه هنا، فهنرسمه في هذا المكان. ده المسقط الجانبي. نيجي للمسقط الأمامي اللي هو بالأزرق، أدي فيه 3 أزرق، في واحد على أقصى اليسار فوقيهم أهو، ده رسمنا الاتنين الأول اللي على اليمين، وبعدين في واحد على أقصى اليسار أهو، يبقى ده المسقط الأمامي. وبكده انتهينا بفضل الله من مراجعة مقياس الرسم والأشكال ثلاثية الأبعاد، مساقط الأشكال ثلاثية الأبعاد، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله في دروس المراجعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.